السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اقرأ من قولي كما أرسلنا. كما أرسلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما انتهت الآيات من ذكر مسألة القبلة وجاء بعد ذلك بيان نعمة الله عز وجل ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يتلو على الناس آياته ويزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة، يقول جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني تعرفون نسبه، فهو من أنفسكم ومن أنفسكم، يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم، تزكية لأخلاقكم والتهذيب لنفوسكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة. وذكرنا بأن الحكمة المقصود بها هنا في الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير السنة، وقد وردت الحكمة في القرآن في مواطن كثيرة، وهي من حيث المعنى باعتبار السياق. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء السنة. ويقول جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة، وهي الوحي الثاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم الأحكام الشرعية ويخبركم عن الأمم الماضية والقرون السالفة بما أوحى الله جل وعلا إليه، ويعلمكم ما فيه نجاتكم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، أمر الله جل وعلا بذكره، أمر الله جل وعلا خلقه بذكره، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن ذكر الله تعالى ذكره الله عز وجل، والذكر من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأن الله تعالى
يأمر بالذكر كثيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونصوص كثيرة كلها تشير إلى أن الذكر حينما يأتي يطلب كثرة، إما أمرا وإما إخبارا. ولذلك قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والذكر على ثلاثة مراتب: ذكر القلب واللسان، وذكر القلب، وذكر اللسان. وأعظم الذكر ما واطأ القلب اللسان، أعظم الذكر ما واطأ القلب اللسان، ثم يأتي ذكر القلب، ثم يأتي ذكر اللسان المجرد عن المواطأة مع القلب. وقد جاء في الحديث القدسي: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، في لفظ الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله، فلقد ألهم الذكر كما أعطي النفس صلى الله عليه وسلم. كان ذكر الله يتكرر على لسانه تكرر لحظات عينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والعجيب أن الذكر سبحان الله يسره الله، فلا يشترط له زمان ولا مكان ولا حالة أبدا. يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ولذلك ليس هناك للذكر شروط، مثلا كالصلاة: الحائض تذكر، والنفس تذكر، والجنوب يذكر الله عز وجل. صحيح أن من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء. ولذلك الذكر يسره الله. لكن تجد كثير من الناس الذكر ثقيل على لسانه. لماذا؟ الشيطان، الشيطان يثقل الذكر على اللسان. وأيضا كثافة الذنوب على القلب، للذنوب كثافة وحجب والعياذ بالله، تثقل هذا على. مع أن الله يسره، ذكر الله لا يحتاج منك إلا أن تحرك هذه المضغة التي في الحلق فتذكر الله عز وجل. وإذا صاحب ذلك مواطأة للقلب فقد يعني أتيت يعني عبادة عظيمة جليلة. تتساقط الذنوب كما تتساقط عن الشجرة الأوراق بسبب ذكر الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على ذكر الله، يقول: هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجمدان جبل في الحجاز. والمعنى أن الله تعالى أمر بذكره، قال: فاذكروني أذكركم. شرط ومشروط: إذا ذكرتم الله ذكركم الله. اذكروني بألسنتكم وبقلوبكم أذكركم بالثواب والجزاء. أذكركم، وأيضا أذكركم في ملأ عنده وهم الملائكة. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم قال: واشكروا إلي ولا تكفرون. واشكروا إلي ولا تكفر، والكفر هنا، واشكروا لي ولا تكفر، والشكر هنا والكفر هنا المقصود كفر النعمة. واشكروا لي ولا تكفر. والشكر أيضا له ثلاثة أركان: شكر اللسان، وشكر الجنان، وشكر الجوارح والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. أما شكر القلب فهذا على الدوام والاستمرار، وهو الاعتراف بأن كل نعمة إنما هي من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما شكر اللسان فترطيب هذا اللسان بقول: الحمد لله، الشكر لله، الثناء على الله. وأما شكر الجوارح والأركان فباستعمال
هذه النعم في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذلك بعض الناس يقتصر على شكر الله عز وجل على ركن واحد وهو اللسان، يقول الحمد لله أنا من الشاكرين، هذا أنا أقول الشكر لله الحمد لله، لا، هذا ركن واحد. وأعظم ركن شكر القلب، أن تعترف بأن جميع ما بك من نعمة إنما هي من الله، وأنه لا يمكن لك أن تحصر وأن تعد نعم الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والمقصود بكفران النعمة، لأن الله تعالى أمر بشكر نعمه. قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر النعم هذا لا يكون فقط بالقول، وإنما يكون باعتراف القلب وبعمل الجوارح. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله جل وعلا أمر بذكره وبشكره، أمر بذكره وشكره، وهذا ناسب ما قبله من نعم الله عز وجل من بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليس هناك أعظم على أهل الإسلام من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وبعثه ليزكينا من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. ولذلك بعثه الله ليزكي نفوس هذه الأمة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بعدما ذكر، بعدما أمر بذكره وبشكره، أمر بالصبر وبالصلاة، وهذه مقامات من مقامات العبودية. من تأملها رأى بأن المسلم ما بين نعمة يشكر الله عليها، وما بين بلية يصبر عليه، وما بين بلية يصبر عليه. قال: يا أيها الذين آمنوا، تذكرون كلمة ابن مسعود في يا أيها الذين آمنوا ما هي؟ لا، واحد بس، أنتم مثل اللي يفتحون على الأئمة، ها؟ الإمام ما يدري وش أبي واحد بس، ها؟ أي فإما خير تؤمر به أو شر أحسن. هذه كلمة مسعود أخذها العلماء. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لكم أنتم جميعا، لأنكم أنتم أحد أفراد هذا العموم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآن هذا مقام من مقامات العبودية، الصبر. بعدما أمر بذكره وشكره، أمر بالاستعانة على الصبر. والصبر أيضا باستقراء النصوص كما يقول أهل العلم على ثلاثة مراتب: صبر على طاعة الله، على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على طاعة الله أن تصبر على كل طاعة أمرك الله بها، ولذلك ذكر هنا الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وصبر عن معصية الله، تصبر عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، الأقدار ما يتعرض له الإنسان من الابتلاءات، هذا أحد أنواع الصبر. أغلب الناس يصبرون على ماذا؟ ها؟ أغلب الناس يصبرون على الطاعة، لكن المعصية قليل ما هم، والابتلاءات قليل 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 ما هم. ولذلك الصبر هذه أقسام: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على بلية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، إذن الصبر يحتاج إلى استعانة بالله، أن تتوكل على الله، وأن تفوض أمرك إلى الله، وأن تعتمد عليه، وأن تبذل الأسباب بالصبر والصلاة. والصلاة المقصود فيها الصلاة هذه التي يؤديها أهل الإسلام، لأنها تحتاج إلى صبر. قال تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية. قل جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولذلك أمر الله تعالى
الاستعانة عليه جل وعلا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الله أكبر، يا لها من مرتبة، وهذه معية خاصة. وسبق أن ذكرنا بأن معية الله قسمان، معية عامة ومعية خاصة. ما هي المعية العامة؟ معية الله العامة هي العلم، معية العلم والسمع والبصر. فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل جل وعلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يقولون بأن ابن لقمان لما قرأ، لما وعظه أباه، وعظه أبوه بمثل هذه الموعظة، انفلق قلبه ومات من شدة خوفه من الله عز وجل. إذن هذه المعية العامة. أما المعية الخاصة، معية النصر والتأييد. قال جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يقول جل وعلا لموسى ولهارون، قال: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة. قل جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، ولذلك معية الله الخاصة لأنبيائه ولأوليائه، ومن جملة أوليائه الصابرون. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. ولذلك مقام الصبر من أعظم مقامات العبودية، ولا يقل عن مقام الشكر. والمؤمن ما بين نعمة يشكر الله عليها وما بين بلية يصبر عليها. ثم قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا ناهية، نهى الله جل وعلا المؤمنين الذين ناداهم قبل قليل بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أن يقولوا عمن قتل في سبيل الله من الشهداء أنهم أموات بل أحياء. بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي وليس الانتقالي، بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية فيها مجموعة من الفوائد، منها أولا لا يجوز للمسلم أن يقول عن الشهداء أنهم أموات، أنهم أموات كما يموت بقية الناس. هذا الأمر الأول. لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عن ذلك. ثانيا أن الشهداء يعيشون في حياة البرزخ في حالة خاصة، وأن الله تعالى أكرم الشهداء، ولذلك أرواحهم في حواصل طير خضر، في قناديل معلقة، في قناديل معلقة ترد ثمار الجنة. ثالثا أن المقصود بالشهداء من مات على شهادة توفرت شروطها. ولعلكم يعني تنتبهون لتكرار مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن من الناس من عبث بهذه المسألة وخاض فيها خوضا عظيما. الجهاد عبادة لها شروطها ولها آدابها، ولذلك العلماء يقولون الجهاد لا يكون إلا براية، بإمام وراية، راية. والبخاري يقول يقاتل خلف الإمام. أما الفوضى والعبث ودعوى الشهادة، هذه لا شك بأنها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد الشهادة فإنه ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا خطوة، إذا لم تكن صحيحة دخل النار والعياذ بالله، وإن كانت صحيحة على وفق الهدي النبوي دخل الجنة. أن يكون خلف ولي أمر، أن يكون وأن تكون هناك راية، راية، هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل رجل في غزوة، في أحد الغزوات، فما كان يدع شاذة ولا فاذة حتى فتن الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار،
هو في النار. جاء التصريح باسمه في بعض مصادر السنة بأن اسمه قزمان الظفري، قال هو في النار. فارتج الصحابة، خافوا، كيف هذا الذي ما يترك شاذة ولا فاذة إلا يقضي عليها من المشركين. فذهب رجل فوجده قد وضع ذباب سيفه على صدره فاتكأ عليه فمات. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: ما خرجت في سبيل الله. ولذلك قال البخاري: باب لا يقال فلان شهيد. إذن هذه مسألة مهمة. الفائدة الأخرى إثبات نعيم الحياة البرزخية، نعيم القبر، كما أنه دلت نصوص أخرى على إثبات العذاب. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا أحياء، يعني ماذا؟ أحياء في قبورهم، وليست الحياة الدنيوية، وإنما حياة خاصة، الحياة البرزخية، وينعمون فيها، وينعمون فيها. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، إثبات نعيم وعذاب القبر. المسألة الأخرى أن من اعتقد أن الشهيد ميت الموت الدنيوية هذه فلا حرج في ذلك، بل هذا هو الأصل، أنك تعتقد بأن الشهيد انتقل من دار الدنيا إلى دار أخرى، لكنه ليس كبقية الأموات، وإنما له حياة خاصة. ولذلك قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الفائدة الأخرى أن المؤمن لا يشعر بما عليه أهل القبور ولا يعرف عن أحوالهم، لكنه هو آمن بالغيب ومصدق لله عز وجل بأن الحياة البرزخية إما نعيم وإما عذاب، وهذا هو الإيمان. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب أن تصدق الله بكل ما أخبر عما مضى وعما هو آت وعما هو في زمان، الزمان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يغيب. فنحن نؤمن ونصدق بكل ما أخبرنا الله به في كتابه، وأخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بعدما أمر الله جل وعلا بذكره وشكره وأمر بالاستعانة على الصبر والصلاة، ذكر الله جل وعلا سنته الكونية القدرية في الخلق والعباد، وهي سنة الابتلاء، سنة الابتلاء، والتي لا يسلم منها نبي مرسل ولا عبد صالح، ما يسلم من سنة الابتلاء أحد، ولكن تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. ولذلك أكدها الله عز وجل بثلاث مؤكدات: أولها القسم المقدر، والله لنبلونكم، ثانيا اللام، وثالثا نون التوكيد، ولنبلونكم، يعني هذا على تقدير قسم الواو هنا، والله لنبلونكم بشيء من الخوف. من هنا فالراجح من قولي أهل العلم أنها تبعيضية، تبعيضية، وهذا يدل عليه مجموع النصوص في الكتاب والسنة. ولنبلونكم بشيء، شيء هنا نكرة يشمل كل شيء، وجاء تفصيل بعض هذه الأشياء بقوله من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف، ولو قال ولنبلونكم بالخوف لما بقينا، بالجوع لما بقينا، ها، ما بقي أحد. لكن الله تعالى عزيز حكيم ولطيف خبير سبحانه وتعالى. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الخوف هو الذعر، الخوف الذي يعني يصاب به الإنسان بسبب إما عدو، إما يعني أمر مما يخاف منه. وما سلم هذا من هذا الأنبياء. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة خائفا، والتجأ إلى غار، الغار هو وأبو بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأيده الله عز وجل. إذن بشيء من الخوف، ولذلك الإنسان يصاب بشيء من الخوف، يصاب بشيء من الخوف إما في أمور الدين وإما في أمور الدنيا. قال والجوع، الجوع كذلك ما سلم منه نبي، ما سلم منه نبي، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يصاب الإنسان بالجوع، ولذلك الله تعالى امتن على قريش بنعمتين، الأمن والرزق. قال جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ذكرهم الله عز وجل، ذكرهم بهاتين النعمتين، أطعمهم من جوع، يجبى إلى بلدهم ثمرات كل شيء، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. ولذلك الله عز وجل أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، ولكنهم كفروا. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن هنا أيضا تبعيضية، نقص من الأموال، خسارة، ذهاب مثلا الثمرة، احتراق المتجر، ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأنفس النقص إما أن يكون كلي وذلك بالموت، وإما أن يكون جزئي وذلك بالمرض، والأمراض أنواع كما لا يخفى عليكم، والثمرات ذهاب الثمرات. ثم قال تعالى وبشر الصابرين، بشر الصابرين يعني زف البشارة إلى الصابرين، والبشارة منهج قرآني ومسلك نبوي وصحابي، لذلك الله تعالى بشر. والبشارة على حسب السياق، فقد تأتي للتهكم، والغالب أنها تأتي لإدخال السرور والفرح على المبشرين. وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة، المصيبة أنواع سواء في الأنفس أو في الأموال أو في الأولاد، المصيبة عامة، والله تعالى سمى الموت مصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله عبيدا وملكا، فالله جل وعلا ربنا وخالقنا يفعل بنا جل وعلا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، لأن الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الجملة هذه من أعظم الجمل التي يذكر العبد فيها ربه جل وعلا، لا سيما في المصيبة، لا سيما في المصيبة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. وأغلب الناس سبحان الله في المصيبة ينسون هذه الجملة وهذه العبارة، وبعض الناس يستبدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه لا حول ولا قوة إلا بالله ليس هذا مكانها وليس هذا محلها ولا مناخها، وإنما يقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن قول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون في المصيبة يترتب عليه أثر، وهو ما بعد هذه الآية، قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. ولذلك المصاب ينبغي له أن لا يغفل عن هذه الجملة، يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر يجب أن يكون عند الصدمة الأولى، ففي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي على قبر فقال اصبري، فقالت إليك عني فلم تصب بمصابي، فقيل لها إنه رسول الله
فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين تعتذر، قالت لم أعرفك يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر حبس النفس، الصبر ما سمي صبرا إلا من مرارته، ولذلك يحبس الإنسان نفسه فلا يجزع ولا يقول الهجر ولا تنفلت من عذبة لسانه كلمة تدل على تضجره وجزعه. هكذا الصبر تحبس نفسك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الصحيح إذا قبض الله روح عبده المؤمن يقول الله جل إذا قبض الله روح ابن عبده المؤمن يقول للملائكة ماذا قال؟ قالوا يا ربنا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك لا يعرف اسم بيت في الجنة باسم إلا لمن استرجع في المصيبة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك يعني الصابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قيل صلوات يعني الرحمات وقيل غير ذلك، والذي يظهر أن الصلوات غير الرحمة هنا في هذا السياق. لماذا؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، قال صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات. والقاعدة اللغوية والقاعدة الأصولية والقاعدة التفسيرية أن العطف يقتضي المغايرة، ولذلك أفضل تعريف للصلوات هو تعريف أبو العالية الرياحي أحد أئمة السلف من أهل العلم والتفسير، قال صلوات الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فهنا يكون المعنى أولئك يعني الصابرون عليهم يعني لهم من الله الثناء في الملكوت الأعلى، يثني عليهم الله عز وجل على صبرهم، ورحمة يعني يرحمهم الله جل وعلا. وأولئك هم المهتدون الذين وفقوا للهداية، وفقهم الله عز وجل للهداية، وهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أعتذر منكم إخواني أنا عندي موعد ضروري، ولذلك أي واحد عنده سؤال أو عنده كذا يأجلها لأني أنا مستعجل قليلا. جزاكم الله خير.